تعليق اخير بس اذا تسمحوا لي. الان بعض التنمر الالكتروني، بعض الناس ينتقم عن طريق التنمر الالكتروني، تلقاه يشهر او يسيء او يسب باسم مستعار او يحذف التغريده او يحذف المعرف تماما، كل هذه لا تعفيك من العقوبه. لذلك احذر ابنائي وبناتي الطلاب والطالبات اللي اقل من 18 سنه خاصه، والكبار دون انفسهم، لكن الصغار اهم شيء انتبهوا من المعرفات الوهميه، حذف التغريده، المشاركات السلبيه، ما يخالف الاعراف والتقاليد والنظام في السعوديه ترى جريمه معاقب عليها، ولا تستهينون بالامر، ترى في النظام قوي وصارم. يجيبونك في خلال ساعات قليله جدا، يعني الحمد لله عندنا البلد ما شاء الله تبارك الله، يعني نحظى اللهم يدم علينا نعمه الامن والصحه. صحيح. الحمد لله الله يعطيك العافيه المستشار القانوني الاستاذ احمد المحيمي. شكرا لك.